نحكي على تكاليف العودة المدرسية، من معادلة أنه المصنع اليوم يقول لك قاعد ننتج في أدوات مدرسية بأسعار معقولة، لكن توصل للولي التونسي بأسعار جنونية خلينا نقوله. علاش؟ شكون المتسبب في هذا حسب رأيك أنت كمواطن تونسي؟ والله أنا حسب رأيي كمواطن تونسي شكون متسبب في غلاء الأسعار؟ هذه مسألة اقتصادية، معناها فهمتني، مسألة اقتصادية من تعنى بها وزارة التجارة. بالنسبة للمفيد المواطن التونسي ممكن هو ضحية في شكون متسبب، الحق انا ما نجمش نعرف شكون متسبب في، ما ينجم يكون وسطاء ولا كذا تبقينا، وربما زاد المسبب شركة السوليلوز، شركة الحلف هذه، معناها ما رجعتش العمل هذاك، هو ربما اللي ماكل مش تغلى الإرام ويغلو كذا، فهمتني، ممكن هذه هي الأسباب. ما بصراحة الأسباب ربما ليها تقنيين أكثر مما يعرفوها. أنا واحدة من الناس باش نطلع طاولة زاير نجيب الأولاد بنتي نجيب لهم أدواتهم غادي، مش حل باهي ستيلو في الجزائر يتكلف لك هنا بفلوس تونس 120 فرنك، ستيلو وصل بدينار ب 1500 وثم حتى بالفي. والله أنا مشيت نعمل في دورة اليوم على أساس عندي وليد سيدخل سنة أولى، الحقيقة لك راتب 200 300 167، الأقلامات نتاع التلوين ب 13000 و14000 ما غير ما نحكي لك، يعني اقل حاجه باش نشوفوها كانت قبل 2000 3000 ماكس. يمكن خاطرهم ماركات كبيره. لا مش ماركه، مش ما نتصورش تكون ماركه، على حسب ما شفتها مش ماركه، يعني الاقلام العاديه. الكراسه قلت له انا يعني مازلت ما شريتش الحقيقه، قلت له اعطيني ثلاثه كرارس، قال لي لا ما تاخذ معاها الادوات كامله. بيع مشروط معناها. صحيت، فهمت، قلت له اعطيني يعني كراسه ولا زوز نتاع 24 جوست ليمات هذيا يعني باش نديباني بها راسي على الصغير. قال لي لا، يا تاخذ معاها مثال الفورنيتور كامله يا لا. دونك عليا كان شديت اثنين وروحت. قد ايه عندك صغيرات؟ عندي زوز، واحد 6 سنين وواحد عمي. عايشك. صي عاد ان شاء الله نستنوا في الشهريه تتصب ونتوكلوا على ربي. نعمل الكاغت واقف، وقفوه والاعتصامات اي، وسرقه الكاغت، وقت ترافيك في المعمل، وقت الكراسه اللي فيها حصان مشيت على روحها، حتى قرايتهم شنوا في الابتدائي يبدا هز كرتابه تقول عليه هز كراسيمين فوق ظهره. الاولاد معوجين هكا، عام 2050 تكون كلهم صلاح ما عندهم حتى شعره بالجيل، وكلها ظهرتها هكا مقوسه. والقرايه ما ثماش. هاو يقرا، وانا عمري ما قريت في المكتب ولا، اما سالت واحد تبارك الله مثقف وقاري، قلت له سره العبد ايش اسمها بالفرنسي؟ تبلوكا. ايه اكيد كل شيء غالي، خاصة مع العودة المدرسية، أنت تعرف معناتها حتى الكتاب المدرسي كان معناتها سومه معناتها كان معقول، كان مقبول ب 15% ب 2000 تاخذ كتاب، تو الكتاب المدرسي وصل لنا ب 7000 ب 8000 دون أنه الكتب الموازية، خاطر التلامذة تو يراو بعضهم معناتها يراو أصحابهم عنده كتب، لازمك أنت تاخذ له كتب وأباركيكا، معناتها هي حاجة لازمة، أصبحت الكتب الموازية حاجة لازمة للتلميذ باش يكون روحه، تعرف أنت توا المحتوى التعليم في تونس كيفاش، تعرف أنت حتى التدريس يعني ما عادش كيما قبل، معناتها التلميذ يلزمه ياخذ أكثر ما يمكن من الكتب الموازية، أكيد معناتها تشوف الكراسي معناتها كراسي ب 17000 ب 18000. عندي زوز. زوز ما شاء الله ربي يفضلك. عايشك. قداش يتكلف التلميذ؟ زوز يتكلف أقل شيء 600 700. أقل شيء، أقل شيء باب الواتي هذا. أقل شيء معناتها 600 700. أقل شيء. إيش عامل المواطن في خضم هذا الكل؟ والله شو عنده؟ شو عنده باش يعمل؟ اللي يقدر عليه هذاك هو المواطن، ما عنده ما يعمل، اللي حاجة نجم يقدر عليها. ما نجمش يقدر ما ياخوش وكا. هو يقول لك الماركات الكبيرة هي اللي غالية. لا مش حكاية ماركات، هي في تونس ما عادش ما عندناش ماركات كبيرة، كلها لسه مبركة موجود صحيح، ما عندناش معناتها ماركات كبيرة، ما حاجة هيك تشبه الماركة الكبيرة تلقاها غالية وكا. ناخذوا مثال الكراس المدرسي المدعم رخيص. وي هو رخيص اما يتباع غالي، هي نورمالمون مثلا كراسه مثلا بقضيه ب 3000 تقعد ب 3000، لكن ما ثماش مراقبه، ما ثماش فهمتني، كان ثم مراقبه، راهي معناتها كراسه مثلا ب 2000 ياخذها ب 2000 ب 4000 تاخذها ب 4000، مش تاخذها الدوبل ولا التريبل ولا فهمتني، هذيك المشكله اللي عندنا تو في البيت، هي المراقبه، تونس تبدا فيها مراقبه. قلت ربي حتى الزوالي نجم ياخذ. شكون المتسبب في هذا الكل؟ ميساج خل المواطن يفهم. شكون متسبب؟ الاعلام. الاعلام مادام يهبط لنا بوبليسيتي وحاط لنا ستيلو كوميك وستيلو عروسه وكرتبه فيها درشو، يلزم هكاك المراه باش تشد رجلها تخنق تخنق، قولي نشري له كرتبه هذيك،
وتبدا تحط له في اعز حاجه، هو بهيم في راسه في قرايته، حاجه من يسمع بهيم في قرايته، وتشري له ماتريال نتاع تدين رجلها وتدين همها، والمعلم انت عجبك التعليم، استاذ يضرب وليدي بكف، تجيه امه وخالته وجيرانها واحد، والله تم معلم، والله العظيم والله العظيم، ضربوا للتلميذ بكف وهرب للبلاد، خلى المكتب ووزاره التربيه وهرب، اي هرب ما مش يجيوه، مش جي امه وخالته تضرب لي والدي نهارك احرف انت ذيك هو الشيء الانفلات للمعلم، ما عادش يهمه البوليس، ما عادش يهمه خاطر العنف مرفوض راه حتى بالقانون. يا ولدي معروفه، شنو تقول لي انا قانون ولا تحكي عليه؟ ممنوع عليه المعلم يضرب صغير بالكف، ضرب بطرش هكا، احنا كنا هنا في البرد على الساقين وخش كلينا قاريه تبارك الله شاده ميكرو، وهذوما بلوطه في الاذن عمره 30 سنه ويغني جو جو مزال، شوف يخمم على العرس ولا وتجيب تحب تقريه يزيك، ما والله لا راحت البلاد هذه مشات، اذا كان من يقفوا لهاش رجالها مشات، شنو هي من الفاميلي الاسره تلاب ولدها وتتبع وتمشي له تطلق قدام المكتب، سقايف البنوت لبست لي عرايه، والولد لبست لي شوشه هنا حمراء وصفراء يتبع في جوار، والقرايه يجيبها ربي، موذة انا موذة، اعمل لموذة واعطيني القرايه، اعطيني لموذتك البس اللي تحب، اما اعطيني خير العام الجايب اخي، ثمن المسكين البو مش يجري واللم مش تجري مش تبعوا في القاوي، تضربوا بكيف تمشي للحبس، عملوا لنا اسره وتنظيم الاسره وفرقه الاسره وحمايه المراه وحمايه الطفل والراجل الله لا يرحم له والدين خليه يموت. تمشي المكتبه ما تلقاش الكراسي المدعمه؟ ما تفهميش كراسي مدعمه جمله لا فهميش المدعم جمله ما عندناش، كان بو منديل رحمه تو ما عادش بو منديل اختي، كان السبي ولا بو خيشه والكرتبه المزمره اختي 200,000، ما عادش الزوالي نتاع 30 و20 ما عادش تلقاها جمله اختي. الكرتبه تخرج من المصنع بسوم باهي، بسوم معقول، يقول لك فما كراتب اليوم في تونس تخرج من المصنع ب 20 دينار، علاش توصل للمواطن ب 200 دينار؟ ايوا فلان وفلتان وهذيك هي الدنيا اختي. عند هذاك مثلا يبيع بسوم والاخر يبيع بسوم وكدوس لحتى ال 200,000 في الكرتاب. هو رمل شعل على الحكايه هذه، معناتها اكيد في كل شيء مش كان في المواد المدرسيه وكذا، هو المزود والسمساره اللي بيناتهم، يعني خاطر هو سيركوي كامل باش توصل للمستهلك، توصل بعد سيركوي كامل، تجاره كلاسيكيه كما نعرفوها للاسف في تونس ما زلنا نستعملوا فيها لتوا، بلدان اخرى تخلصت منها، احنا ما زلنا نعيشوا فيها معناتها، وهذه اللي مبارك البلاد وكذا، وهذه اللي انهكت معناتها المواطن التونسي وتعبدتوا على الاخر. انت ترى معناتها انه الاسوام كما حكيت لك معناتها في كل المواد المدرسيه معناتها كل يعني اسوامها غير عاديه، اضافه الى معناتها الضغط انه الاسعار نتاع الخضر نتاع الغلال نتاع كذا المواد الاساسيه اللي يعيش بها الانسان، يعني انه الدخول اصبح يعني الدخول للمدرسه مرهق كثيرا، وخاصه اللي يبدا عندهم اربع ولا خمسه صغار اكيد جدا معناتها باش يتعب باش يصير فيه، وبرشا عباد معناتها انا نعرفهم انه بعد القرايه بشهر باش يتمكن انه ياخذ يعني ادوات صغار وكذا، برشا ناس معناتها ياخذ بالفاسيليتي ياخذ لك حويجه توا من بعد حويجه، معاناه الحقيقه معناتها شيء اسف، وابار هكاك انه تصور انت في نفسيه الولي انه اولا يلزم يقري صغير ويلزم يحرص عليه ويلزم ياخذ له الحاجات هذه، وفانيا انه يبدا فكر بانه كيف يتخرج مش باش يخدم، يعني لانه معناتها ثم وضعيه يعيشها التونسي وضعيه محرجه ياسر مقلقه ياسر للاسف، وزاد فما تو الورق انه تضرب فوا تروا، يعني زاد انا ما تعرف اني كاتب وكذا يعني نتعامل مع دور النشر ونعرف انه اش معناتها الورق تو تضرب فوا تروا، يعني ما نعرفش علاش، خاطر انت معمل الحلفه في القصرين مسكر تو تجينا معناتها الورق يجينا من برا، معناتها تصور البلاد هذه ما نعرفش كل شيء فيها يسكر، ما نعرفش علاش تسكر معمل الورق؟ والله ما نعرف، اكيد معناتها هو معمل تابع للدوله، نورمالمون الدوله تتولى به تهتم به، معناتها كل المواد الاساسيه موجوده في تونس، الحلفه كذا الحاجات اللي معناتها نصنع منها الورق موجوده في تونس، لكن للاسف لان الدوله السياسيين ما يفكروش في الحاجات هذه وما يعرفوش، انت يمكن توا كنت تمشي تسال بعض السياسيين تو ما يعرفش عليه معمل الورق وما يعرفش عليه وين موجود اصلا، وانه الحاجات هذه ما عندهمش عليها حتى فكره للاسف.
أن غياب المشاريع معناتها غياب المشاريع وغياب الرؤى وغياب فهم البلاد هذه معناتها تصور أنت سياسي علاش تتحمل في مسؤولية شعب يعني قيادة شعب إذا كان أنت ما تعرفش تفاصيل البلاد هذه إذا كان أنت معناتها طبيعي جدا أنا نحكي على فترات سابقة لأنه معمل الحلفة مسكر في معمل الورق مسكر عنده برشا معناتها مش توا سكر للأسف معناتها أنك ترى أنت مثلا المواد الفلاحية الموجودة في تونس الكل وتونس أرض خيرات وأرض كذا وإحنا نستورد فيها من دول أخرى القمح واللحوم وكذا كذلك معناتها الورق للأسف معناتها معمل كان محلول وكان تونس معناتها رغم اللي هو موجود وكذا كانت تعاني من هذا لأنه معمل واحد توا يزيد يسكر معناتها ونجيبه كل شيء من برا أكيد معناتها هذا باش يخسر الدولة باش يخسر المواطن وباش يكلفنا معناتها حاجات وأنت تعرف أنتو الأكثر من أنه معناتها المواطن يعاني أنه توا أصبح معناتها حتى باش تنشر كتاب رواية أو كذا يعني تصير لك مشكل مع دار النشر وبيدو دار النشر ما عادش رابح معناتها حاجة كبيرة هو غايته ربحية ما عادش رابح حاجة كبيرة لأنه كما حكيت لك معناتها الورق تضرب في وتروا ان شاء الله ان شاء الله يكون المستقبل خير وان شاء الله انا بمناسبه العوده المدرسيه انا نتمنى انه معناتها السياسيين رئيس الدوله والوزراء معناتها رئيس دوله وحده ما ينجم يعمل حد شيء الوزراء يلزم يتولوا معناتها بالمواطن يعاونوه شويه خاصه فما عائلات معدمه عنده بالخمسه سته صغار في الارياف في القرى يجيبوا برشا صغار ويبدا معناتها باش يدخلهم يقروا ما ينجمش يلزم يتولوا بهم ويلزم تكون بصفه مباشره يعني الوزارة لازم تكون بصفة مباشرة ما تعملش لا على المعتمد وطلع شنية راهي حكايات فارغة راهو معناتها الناس هذوما ما يهنوش الحقيقة يلزم معناتها الوزراء وخاصة وزير التربية يتولها وزير الشؤون الاجتماعية يتولوا بالناس هذوما ربي يقدر الخير يا قيس سعيد يرحم والديك أخذ لنا بعين الرحمة فما ناس زويولة فما ناس صحيح بشهريات فما ناس مساكن راهي ما توصلش باش لقمة حتى خبزة نهار معناتها ما عندهاش دونك ماذا بينا لفتة للناس الزويولة فما الناس اللي عندهم صحة لهم فما طبقة متوسطة نجم تجابها للظروف هذية لكن فما ناس مساكن ما نصورش نهار توصل باش تاكل في الليل تبات متعشية